بنتكلم يعني بعد اذنكم اكن في اختراع جديد اسمه الكوره، فعمالين ندور يا ترى والله يا سيد انا ازاي نريح المنتخبات. انا نتمنى ان احنا نواكب العالم، ما دام اكتشفنا حقل كره قدم عندنا نطلع منه بقى من الابار دي الكوره ونشوف ان عالم كره القدم عالم عالم زمزم. لا الحقيقه الموضوع ماسخ وفعلا كوميديا سوداء، وناس طبعا كل واحد عنده شغلتين ثلاثه الله يعينه، لكن الرابطه عشان تبقى رابطه حزمه يعني لازم يبقى عندها حزمه ثانيه محترفين، دي شغلتهم مش هم يقعدوا كل واحد يفيق علينا انه بيعرف يجيب مسطره عشان يعمل عدد المباريات والتاني عشان يرسم لاعبه نقط مش عارف كام، الاول التاني التالت الرابع. الموضوع الحقيقه يعني من مش قادر اقول من السخف بمكان، لكن من التقليل من حجم كره القدم بما فيه سؤال للفيفا، هل يجوز ان احنا نلعب كره القدم في اثناء مونديال هيتعمل؟ في استثناءات بتحصل. مستحيل. لا لا مستحيل يا كابتن. لا حصلت. مستحيل يا كابتن. طب هتعمل ايه؟ الدوري يقوم على فكره المنافسه، المنافسه اللي هي فيها كل ضوابط المنافسه. مزبوط. يعني ما ياخدوش من الاخبار جمال الزهيري ومن دار التحرير الاستاذ سامي ومن الاهرام الاستاذ محمود صبري، وانا ممثلا مثلا للقطاع غير اللي هو غير القومي او كده 24 ما انا بقول يعني لا ما كلكم مستقلين ما شاء الله، لكن الفكره في ايه؟ ان انت بعد كل ده هننافس بعض ازاي؟ وده عنده اتنين لعيبه راحوا هيقول له بقى تعالى على اتخن اتنين لعيبه عندك وشيلهم مثلا؟ احنا مش بنلعب شطرنج يا كابتن. ما هو ده السؤال اللي انا وضحته للعسكري الاستاذ عامر حسين. إذن هو ده اللي انا كنت اتمنى. وعلى فكره ان حد يقول كده يا كابتن يعني اسلام لا قد يكون هناك استاذ سامي، احنا مش قليلين. الدوري يقف زي ما يقف يا استاذ سامي. يا استاذ سامي اجنده الكوره في كل العالم بالموسمين والثلاثه وفي الدوري الانجليزي اربعه. تمام. انت بقى امتى تبقى على قدم وساق زي ما حضراتكم قلتوا مع منظومه على الاقل تساوي افريقيا حولنا؟ يعني انت لو سالت في اي بلد في المستوى بتاعنا في قارتنا احنا بس على الاقل او في منطقتنا العربيه هتلاقي الجداول اعلنت والكاس اذا كان باسم الدوله او باسم الساده الملوك والامراء حسب يعني بيبقى برضه موجود في الدول الملكيه. ده طبيعي جدا انه بيتعمل، وده طبيعي جدا انه بيتعمل. احنا لو جبنا برنامج زي ده من 30 سنه هتلاقوه بيقول احنا نتمنى ان الدوري يتعمل ونتمنى ان احنا ننتظم ونتمنى ان يبقى عندنا كاميرات ونتمنى ان عندنا دوري دائم المنافسه ونتمنى ان الحكام يبقوا حكام عادلين والنقد يبقى نقد والحكم. خلي بالك احنا بنتكلم في الموضوع زي ما انت قلت وكاننا حاجه جديده. لا يعني هو جديد ولد دوري. بس هقول لحضرتك حاجه يا استاذ جمال، هي قد تكون يا استاذ عصام انه ان احنا مفيش بلد في العالم بتخلص الدوري بتاعها 30/8. ايوه. فبالتالي انت حاجه جديده يعني خدوا اجازه مثلا مش قادرين يشتغلوا ولا بعد اسبوعين. دي جديده اللي انت فيه ده جديد ان الدوري يخلص 30/8. مال ده يا كابتن؟ مال ده يا كابتن؟ ومال وضع الدوري؟ انا هقول لحضرتك مش انت قررت ان الموسم الجديد يوم كذا اكتوبر؟ قالوا 15 أو 16 كده. بص 15 او 16 ماشي حسن. انا مع رقم مثلا يعني مثلا يا سيدي خليه 15 اما انا قلت لك كذا اكتوبر. ايه بقى اللي مضايقهم عشان خلصنا في 30/8 او 30/7؟ ايه اللي خلاهم يوم 36/7 ما عملوش الجدول؟ غريبه برضه. خد اسبوع ده انا بقوله واعمل الجدول. لا ما انا مش بقول لحضرتك. لا عارف هو ممكن يكون ايه البعض على فكره ده مش مسؤولين. انا لما جيت اتكلم قلت اشوف الموضوع اللي يهم برضه عدد كبير من الانديه المصريه. فكلمت عدد كبير من المديرين الفنيين فاتقال لي طبعا ليه لا؟ ليه مش قبلها بيوم؟ مش قبلها مش ليه لا؟ ده في خطوره يا كابتن على الفلوس، الفلوس دي انت مستثمرها في نجوم كره قدم، لا يمكن انهم يتدربوا اللي هيلاعب عيش غير اللي هيلاعب ام الخير، وبالتالي هؤلاء المديرين الفنيين اللي بندفع لهم بالعمله الصعبه وكره القدم سلعه مكلفه. وبرضه في انديه زي النادي الاهلي بتقدر تكسب بس اقتصادياتها فما ينفعش انت تحط الرجل على غماه. طب ممكن اقول لك خد بس معلومه صغيره، خد معلومه. ممكن يكون هم اتاخروا عشان دلوقتي انت المطالب في الموسم الجديد انك تلعب مباريات بالنهار الساعه 3 العصر في ظل المطالبات توجه الدوله انك انت دلوقتي هتحدد هيلعب ثلاث مثلا من عاوز تعمل تساوي تمام وعاوز تعمل مباريات ثلاثه وخمسه وسبعه هيبقى اخرك كده. بص ثلاثه خمسة سبعة تمام. طيب عاوز يمكن يظبط هيلعب مثلا في اليوم
كم مباراه؟ ممكن يلعب في الساعه 3 العصر 3 مباريات وخمسه يلعب 2 او ما انا بكلمك. هل ده اي ابلكيشن واحد ممكن نبنه في مدرسه بمصاريف اي ابلكيشن هيعمل له ده؟ لا لا انا انا بخفف بس الاول يعني عشان احنا يعني. انا بكلمك هل ممكن يكون ده هو السبب؟ خد هو خد دوري بقى المره دي هو ده السبب. لا يعني هل دي هل ده ممكن يكون سبب يعني عظيم تكون؟ لا هل ممكن تكون فوازير سبتمبر مثلا هنشوف برضو. لا لا بجد والله لا هو هو في استطلاعات راي بقى حبايب يجوز عشان نتكلم بصراحه مع الناس. حبايب هيخش في حبايب انت عايز تلعب الساعه كام وانت عايز تلعب بكره ولا الحد ولا الجمعه؟ حد وراه حاجه يوم الاثنين لو عندك ماتش حضرتك. لا لو كده مش هنخلص امال هيكون ايه يعني؟ ما تقولوا ممكن الملاعب حد ملا الملاعب مش راضيه تلعب؟